حياتك شنو طمعان انت؟ يعني اذا على المستوى الشخصي كعراقي يعني امنية كل عراقي نعوف الجانب الفني طبعا انا اتمنى انه يصير عندي هذه السمكه واخذ اللؤلؤه واروح ابيعها واشتري لي قصر والقي لي واحده حلوه واتزوجها لكنه بالامنيه العامه يعني اتمنى انه العراق يعني يخرج من هذه المرحله. العراق ما كان هيجي يعني تجيلكم ما ملحق على انه العراق شلون كان بالسبعينات والثمانينات كنا نعيش حياه رائعه. اتمنى يعود الامان والامن والخدمات والناس لا تتكلم بالكهرباء ولا تتكلم بالماء ولا تتكلم باشياء اخرى ولا تتكلم بالمعيشه لانه هاي يعني واجب الدوله ان توفرها. اتمنى انه يكون العراق حر يعني تقود قياده عراقيه صميميه لا تتغطى بالعباءه الاقليميه. هذا هاي امنيه كل عراقي. امنيه كل عراقي.